أهلا بيكم. النهاردة هستعرض معاكم طريقة الأكل اللي أنا بتبعها خصوصا في شهر 4 و5 وجزء من 6، تحديدا الأصناف اللي بتناولها هي البسلة والجوافة، الموز والكنتالوب والخوخ. هنشوف طريقة سريعة لتفصيص البسلة وطريقة الأكل البسلة نية، هنسميها سلطة البسلة بطحينة السمسم والليمون. هنشوف طريقة آمنة لتناول الجوافة بدون ما تعمل إمساك. هنشوف طرق لغسل وتقشير الفاكهة وإعدادها للأكل. هندي معلومات عن السمسم وفوائده وبقية الفواكه اللي احنا ناكلها وفوائدها. الموز يفضل تخزينه في مكان رطب وهاوي مش مكتوم، ويا حبذا لو يتحط على سطح زي ما انتوا شايفين متخرم بحيث ان الهواء يبقى بيلف من كل ناحية. بالطريقة دي ممكن يقعد حوالي أسبوع برا التلاجة. احنا عاوزين نحطه في التلاجة مفيش مانع، ولكن تكون درجة التسقيع بتاعت التلاجة معقولة مش شديدة، حتى لو سودت القشرة من برا، إلا إن الموز مش بيستوي بسرعة زي ما بيكون برا. هنوزن أول حاجة الموز، يعني تقريبا 1/2 كيلو 5 موزات. بص كده، يا دوبك كسر 1/2 كيلو كده، خلصنا الموز بتاعنا تقريبا من 5 ل 6 موزات على حسب احجام الموز. لو موز كبير يبقى 4. بعد كده الجوافه بتاعتنا برضو حوالي 1/2 كيلو، يمكن دي زياده سنه. كده هي 1/2 كيلو جوافه، حوالي 5 جوافات برضو. كم تلوبايه دي ممكن تبقى اكتر من نص شويه لان بيبقى فيها قش وكده، بس دي يعني يا دوبك كسر النص، حاجه بسيطه. كم تلوبايه، و بعد كده خوخ برضو 5 خوخات، يدوبك بيصير 1/2 كيلو، حاجة بسيطة. بعد كده ده حوالي 100 جرام ليمون، وآخر حاجة البسلة. تقريبا بيبقوا كبشتين بسلة حوالي 400 جرام، يعني ممكن نخليهم 500، لكن يعني 400 500 ده بيدي لك نص الكمية تقريبا صافي. يعني ال 400 جرام بسلة هيدوا لك 200 جرام بسلة بعد ما تتقشر. كده احنا وزننا 400 جرام بسلة اللي هي هتديني حوالي 200 جرام بعد ما تتفصص، دول حوالي كبشتين كبار بالايد. وزننا 1/2 كيلو جوافة، 4 أو 5 جوافات. وزننا 1/2 كيلو موز، 5 موزات، كنتالوباية حوالي 1/2 كيلو، 5 خوخات حوالي 1/2 كيلو، ودول حوالي 100 جرام ليمون. كده هنبدأ بغسيل البسلة. بنزود مية ونبتدي كده ندعكها بإيدينا. أنا بغسل البسلة فمين، غير لها المرة المية فمين كده وانا بدعكها كتير. واحيانا لما بندعك بايدينا كده بعض البسله تتفصل، بس تبقى مصلحه برضه. كده ده الفم الاول، تمام. نروح بعد كده نصفيها. نفتح فوق تاني. ليه احنا بنغسل البسله؟ لان واحنا ماسكينها بايدينا وبنفصصها، لو احنا مش هنغسلها بعد التفصيص، يعني احنا بنفصص وناكل على طول، هتبقى ايدينا فيها الحاجات اللي كانت على البسله من بره، فهتبقى مش نظيفه. لكن لو في بعض الناس بتحب تغسل البسله بعد ما تفصصها مفيش مشكله، فبعمل كده لان انا بفصص واكل على طول. فكده انا ممكن اقدر افصص بطبق واكل من غير ما اقعد استنى انا افصص البسله كلها، فبيكسب معايا في الوقت بتاع الاكل. دي كده قصه البسله، تمام. كده نغسل الكنتالوبة، نمسكها كده ونبعكها بايدينا كده.
من كل نواحي كده. فصلنا الكانتالوب، الليمونه نمسكها كده ونلفها كده بين صوابعنا وهي بس كده تمام. دي طريقه غسيل الجوافه برضه، نلف الحاجه حوالين الداير، ندعك بايدينا بصوابعنا كده. الحته دي انا بشيلها بعد الغسيل مش قبل الغسيل، في ناس بتشيلها بعد قبل الغسيل، يعني ده حسب ما تستريح فيه. فانا بسيب التاج بتاعها ده بشيل بعد الغسيل. اتعودت ان كل الفاكهه بغسلها قبل الاستخدام على طول، في ناس بتغسل فاكهه تحطها في الثلاجه، لكن ده بيقلل من عمرها اللي اتحط فيها في الثلاجه، اللي هو حوالي من اسبوع لاسبوعين على حسب الفاكهه جايه في انهي حاجه. برضو الخوخ بنلفه كده، الخوخ من اكثر الحاجات اللي يفضل تدعك على قدر الامكان اثناء الغسيل، لان الخوخ المسام بتاعته بتبقى ممكن تمتص شويه الاتربه والموجودات اللي بيضيفوها، فعشان كده يفضل يدعك اكتر ما يمكن اثناء الغسيل. ده السمسم البلدي اللي بيتزرع في مصر اللي احنا بناكله. سمسم من افيد الحاجات اللي ممكن الواحد ياكلها، لان في ال 100 جرام اللي احنا بناكلهم يوميا في تقريبا كميه الكالسيوم اللي الجسم محتاجها، في اكتر من 50% من البروتينات اللي الجسم محتاجها، ويمكن اكتر من 60-70% من الفاتس او الدهون اللي الجسم محتاجها، كله ده في 100 جرام سمسم. فده السمسم البلدي. في ناس بتنقيه، انا ما بنقيهوش لان هو بيبقى فيه حاجات خفيفه، لكن ممكن لو حد حابب ينقيه كزياده نظافه ما فيش مشكله. دلوقتي هنشوف ازاي نوزن ال 100 جرام. المعيار ده اللي هو غطا ايس كريم، ممكن لو اي معيار تاني عندك بحيث بدل ما تقعد توزن كل مره، يبقى هيبقى كافي جدا انك انت تحط بالمعيار ده كميه ال 100 جرام يعني. وانا شايف ال 100 جرام في اليوم كاستهلاك ده كفايه. انا بحط 2 من ده، يعني ده الواحد 50 جرام. تمام. انا كده ظبطت الميزان على المطحن بتاعي ان هو صفر، بحيث لما احط لكم الاثنين معيار هيبقى 100 جرام. ادي اول مجموعه. اداني تقريبا 50. وادي تقريبا 100 بالظبط. جايه تمام. سمسم حساس جدا للملح، فاحنا بنحط يا دوبك شعره ملح عليه. انا هحطها لكم في ايدي كده عشان تتخيلوا ايه اللي انا محتاجه على 100 جرام. ده كده كميه الملح اللي انا هحطها على 100 جرام، مش اكتر من كده ابدا. هقفل المطحن بتاعي وابتدي اطحنه. كده احنا بننزل السمسم من الاجناب. على فكره السمسم ده سمسم ني مش متحمص، لان السمسم لما بيتحمص الزيوت اللي فيه بتتغير وتبقى مش بنفس الفايده بتاعت لما تكون نيه. وده كده يكفي من السمسم. دلوقتي هنشوف ازاي هنقطع كل حاجه وهناكلها. هنبدا بالجوافه. انا بشيل الجزء الصغير ده من هنا، شيل الجزء من تحت ده. لو الجوافه فيها اي عيوب من الجناب بشيلها. بعد كده بروح مقشر الجوافه كده، لان انا باكل الجزء الخارجي ده اكل مش بحطه في الخلاط، والجزء الداخلي اللي هو ما بيبقاش فيه بذر يعني ده كله يتاكل. اما القلوب اللي هي بالبذر فدي بتتحط في الخلاط وتتضرب. فانا هعمل كده لغايه ما اخلي بس القلب بتاع الجوافه ده هحطه في الخلاط. هعمل الكلام ده لبقيه الجوافه اللي انا غسلتها. اشيل الاجزاء اللي مش تمام، اي جزء انا شاكك فيه او مش مظبوط راح شايله. بس بعد كده هقطع زي ما قلت الحاجات اللي هي ما فيهاش بذر دي ممكن تتاكل كده. طب ليه ما بضربش الجوافة كلها؟ لأن بصفة عامة الأكل أفيد من الفاكهة المعصورة.
بتدي فرصة أكتر للعصارة أو السلايفا اللي هي بتبقى في البق، إن هي ودي من الحاجات اللي بتخلي الأكل يتهضم، إن هي تختلط بالأكل، فده بيزود الهضم. بالإضافة إن الحاجة بتنزل البطن مش بتنزل عصير، لا بتنزل قطع صغيرة، فده بيخليها تاخد وقت أكتر في البطن أثناء عملية الهضم، فبيتم الامتصاص بشكل أكبر. علشان كده بصفة عامة أي حاجة نقدر ناكلها مش عصير هتبقى أفيد لجسمنا، والجسم هيتحصل منها على فايدة أكتر من العصير. ليه؟ لأن الصلايفة اللي هو المية اللي بتبقى موجودة في البق اللي بتختلط بالأكل أثناء مضغه، دي بتفرز عصارات هاضمة، بالإضافة إن لحاجة تنزل في البطن قطع، وبالطريقة دي بتقعد في البطن فترة أكبر فيتم الامتصاص أكتر للحاجة. ممكن الميزة إن الواحد ممكن أثناء، أنا بس عشان بشرح، ممكن أثناء ما الواحد، يعني الواحد مش هيقول ده تحضير أكل ممل، أثناء ما الواحد بيشتغل كده هو بيشتغل وياكل في نفس الوقت، ودي أسرع طريقة يعني لفكرة أكل الواحد. تمام. الجوافة أكتر فاكهة في مصر مفيدة. ليه؟ فيها كمية فيتامين سي أكتر من كل أنواع الحمضيات اللي زي البرتقال والليمون، فيها حوالي 0.5 كيلو جوافة، في حوالي قد 6 7 مرات كمية فيتامين سي الموجودة في 0.5 كيلو برتقال. ده الخوخ، يا إما أنا بعمله تشانكس كده حوالين البذرة بتاعته، يا إما بقطمه قطم أثناء الأكل. اما البذره بقى فممكن بقى باكلها ببق يعني خلاص، يعني مش هناكلها دلوقتي، لكن دي الطريقه عشان ما ناخدش وقت كبير. في نعمل واحده كمان يبقى نكتفي كده، فحوالين داير كده البذره، والباقي حوالين البذره ده ممكن بقى نبقى ناكله من البق عالي. طيب الكنتالوبه بنيجي من فوق كده نقطع كده، وبعد كده نلف بقى الكنتالوب كده، جاي معايا كتر، بص السكينة بتبقى بزاوية كده تيجي من فوقية، تيجي من فوقية أحسن، السكينة كده بتبقى واخدة زاوية، ابتدي أعملها كده. ممكن لو السكينة أنت متعود عليها تقشر الكنتالوباية كلها قشرة واحدة كاملة، حاول على قدر الامكان ما تخليش القشره تاخد كتير من اللي تحتها. كده القشرة كلها طلعت في قطعة واحدة بتاع الكنتالوب، ما خدتش وقت في التقشير ولا حاجة. بنقطعها نصين، وبنفرغ القلب بتاعها بالطريقة دي، نلف كده، وبعد كده نفضل القلب من البذر اللي جواه، لف كده وهيعمل نفس الكلام للتاني عشان ما نضيعش وقتكم، نكتفي بواحد كده بقى القلب نضف. اما بتقطع ازاي، فبنمسكها كده ونروح نعمل كده، دي الطريقه بصراحه اللي انا بقطع بيها. طبعا في طرق اكثر شياكه، بس يعني دي الطريقه البلدي كده، الايه لكنها زي اللقم كده،
سبعة تمانية كده من فوق لتحت كده، بس كده اتقطعت الكنتالوب. الليمون بنقطعه طبعا نصين، وتبقى البذرتين بتاعته من اليمين والشمال كده، ونحن نقطع في النص، يعني دي تبقى عليها الصباع ودي عليها الصباع من الناحية التانية. هنقطع، هنشوف هنعمل ايه بالليمون. فهنقطع الليمون عادي، انا ما اتعودتش اقطع على القرمه اللي بتتحط على احب اقطع كل حاجه على صباعي، بس ده يلتزم اني لازم تكون السكينه مش الشرشره بتاعتها من النوع المؤذي الحاد جدا، تبقى لا النوع اللي هي لكن لو انت متعود تقطع على القرمه مفيش مشاكل، على حسب تعود الواحد على السكينه. طيب دي كده الطرق بتاعت دي برضو ازاي هنعمل النص التاني بتاع فضي كده. تمام، بس برضو طريقة التقطيع سهلة، همسكها كده بايدي بين صابعي التلاتة اللي فوق، ودي السكينة اهي في يدي، ممكن انا بحب كمان ابقى جاي كده كده، انزل اطلع انزل اطلع. ممكن تقطعه ترانشات حلقات، ده بقى براحتك يعني، ده موضوع تاني. كان انا بشوف الطريقة العملية اللي تاخد اقل وقت على حسب ما الواحد متعود يعني وتأدي الغرض. طيب دلوقتي هنشوف ازاي هنعصر الجوافة. الجوافة احنا حطينا القلوب كده، حط يا دوبك كمية مية بسيطة جدا، يعني مفيش مش مكملة خمس كوباية على قد، بس ما الجوافة تلف في الخلاط. ادي اهو ثابت، حط يعني بس كده، كمان كترت كمان دي كمية ما يتحط. هغطي ونبتدي نعصر الجوافة. تمام، دي بيسموها تبقى سموسي، يعني تبقاش خفيفة الجوافة. طبعا السموسي بيتقال اكتر لما احنا ما نحطش اي مية خالص، بس احنا بنحط يدوك المية على قد ما. طيب بعد كده بجيب مصفى، انا بحب المصفى البلاستيك عشان ما تصديش، يعني يبقى جسمها بلاستيك، وابتدي احط الجوافة فيها. بيبقى لها قرنين كده، وعلى الشفة بتاعت الحاجة اللي انا هصفي فيها بقدر اخبطها. فانا بروح جاي كده او في ناس ممكن تنزلها بقى بمعلقه او حاجه زي كده، بس انا طب عشان ما ترطش عليا بمسك ده كده فوق وابتدي اخبط كده، احتياطي ان دي من فوق، فلو اي ترطشه جت هتيجي تدخل جواها. بعد كده عم بتفضل البذر، بعد كده باكل بشرب الجوافه اللي اتعملت. حرام طبعا نرمي البقايا بتاعه الجوافه اللي موجوده سواء في الخلاط او في وسط شويه البذر او تحت، فاحنا بنحط شويه ميه هنا كده ونغطي ونرك. بعد كده نكبها على البذر، كده زي ما انتم شايفين لحد كبير يعتبر نضف مفيهوش اي بقايا حاجه. البذر نقعد نخبطه كده برضو الى حد كبير، زي ما انتم شايفين البذر عباره عن بذر صافي مفيهوش اي جوافه فيه. تمام، بعد كده اتفضل ممكن بقى ننزلها كده
ونشربهم. طبعا ليه ما حطيناش الميه دي؟ لان كده كده لازم هتفضل بقايا، فانت تحطها في الاخر علشان خاطر اكنك بتغسل بيها وتشطف الجوافه اللي موجوده سواء في الخلاط او في وسط البذر او في الطبق اللي انت عملت فيه الجوافه، وتشربهم بعد كده. يبقى انت كده ما رميتش اي حاجه من الجوافه. احنا طحنا السمسم وبنعصر على السمسم ليمون عشان يتحول لطحين. بفك المطحن كده، بلفه كده وبفكه عشان ما يسيبش اي بقايا هنا، ويبقى عندي السمسم عامل زي كده تحت في المطحن. بعد اخبط من اليمين كده من الجنب، هينزل كله قطعه واحده الى حد كبير، ويبقى كده المطحن فاضي. كده المطحن فاضي، كده احنا خلصنا المطحن. انا كنت عاصر كام ليمونه علشان الوقت، وهوريكم ازاي بعصر الليمون. بحط النص بعد ما قطعته نصين، وهدوس عليه. ممكن كنوع من انواع الضغط الزياده اطلع النص ده، احط نص تاني، احط النص ده فوقيه بالمقلوب كده عشان لو كان في اي ميه تنزل. بس كده تمام، كده عصرنا النصين دول. ممكن لو عندي ليمونه صغيره زي كده ممكن احطهم في مره واحده وبرده ادوس. اروح اقلبهم كده وادوس. كده انا عصرت الليمون بتاعي، عصرت حوالي 100 جرام من الليمون. بعد كده ابتدي بقى ادهس الليمون في السمسم والفه كده. طبعا زي ما قلنا ده عباره عن 100 جرام سمسم، عليهم حاجه بسيطه من الملح، وعصرنا عليهم 100 جرام ليمون، ما يعادل لو ليمون كبير هيبقى 3 ليمونات، لو ليمون صغير يبقى بنتكلم في 5 ليمونات تقريبا 6، يعني في الرينج ده. زي ما انتم شايفين كل ما انا بدهسه كده لونه بيبتدي يتحول للون الابيض. الميزه اني السمسم قلوي، الليمون حمضي. لو اي حد عنده حساسيه من الحاجات الحمضيه او القلويه، لما احنا حطينا الاثنين على بعض حصل تعادل، اتحول ان هو اكنه زي الميه بينزل على البطن، ما بيبقاش مؤثر من التأثيرات الحمضية أو القلوية اللي حصل بينهم تعادل. كده أنا حولته لمزيج بين الليمون والسمسم. طيب إيه بقى ميزة ده عن الطحينة؟ أولاً ده بتبقى فيري فريش، فالزيوت اللي فيها ما حصلش ليها تطاير. ثانياً السمسم ما بيبقاش متحمص، فبرضو الضرر اللي بيحصل للزيوت من التحميص بيبقى مش موجود. ثالثا الطحينه بيتحط عليها كميه من الزيت غير زيت الطحينه نفسها، فده مش موجود فيها. ده كده ال 100 جرام سمسم محطوط عليهم الليمون بعد ما تحولوا لطحينه. بقشر عليهم البسله. طريقه بقى تقشير البسله احب ان اشارككم بيها. انا برص البسله كده نايمه في يد، احطها كده في يد واحده تمام، بس ابقى ماسكها كده بيد. ادي كبشه بسله، وبحاطط على الناحيه الثانيه الحاجه اللي انا هرمي فيها القشر بتاعها. يبقى على يدي الشمال البسله، وعلى يدي اليمين الحاجه اللي هرمي فيها القشر. وابتدي افصص على الطبق ده لان انا هعمل بسله بالسمسم. بس دي فاضيه وتترمي، بمسكها كده بالصبعين دول، ادي في صبعين فاضيين، وادي دي راح ماسكها كده فاتحها من على الجنب كده وراح مفضيها. لو تعرف تيجي من ورا يبقى كويس برضه كده، وتروح تتفتح. انا عندي صبعين شغالين في اليد اللي انا ماسك بيها، راح ماسكها كده من تحت كني بعمل لها انزلينج، كني في سوسته وانا بفك السوسته من على الجنب كده. دي مثلا بايظة ارميها، ممكن فيها واحدة اهي فاضية حلوة. الميزة بقى لما بدل ما يد تفضل رايحة جاية على البسلة كل شوية، لا البسلة كلها في يد وانا بفك باليد التانية اهي. بقى دي الصابع اللي شغالة فاضية، وادي اليد الفاضية ماسكة البسلة وتعمل كده حتى كده، فيبقى الموضوع سهل واسرع بكتير. فبرضه هقول تاني، في الطبيعي انا ببقى باكل اثناء، يعني بعد ما اعمل فصص شوية اروح
هروح خلطهم بيه السمسم واكل. فانا مش هستنى لغايه لما اخلص ده كله عشان اكل، لا انا مجرد ما بعمل شويه كده اروح مخلطهم على شويه السمسم بالليمون واكلهم. يبقى كده كانها لابسه جاكيت، انا بفك الجاكيت منها كده. كده احنا فصصنا كل البسله على السمسم اللي معصور عليه ليمون. بنبتدي بقى ان نخلطها بالطريقه دي كده، نجيب من تحت، نجيب من تحت اللي بيبقى لازق ده، ونبتدي ندور كده. الطبق ده فيه كميه فايده كبيره جدا، ده تقريبا بيدي لك كميه البروتين اللي انت محتاجها في اليوم كامله، حوالي 100% من اللي انت محتاجه من البروتين للانسان الطبيعي طبعا. في كل الكالسيوم اللي انت محتاجه، في تقريبا كميه برضو الدهون اللي انت محتاجها في اليوم. بس هو الموضوع كده خلص، وبنبتدي بقى ناكل. بناكل كميه صغيره علشان نعرف نمضغها كويس. قدامنا على الشاشه صوره من موقع كرونوميتر، وده موقع بيحسب لنا الكالوريز، القيم المختلفة للفيتامينات والكربوهيدرات والمعادن والبروتينات والدهون اللي موجودة في الأكل اللي احنا بناكله. موقع موثوق، ان شاء الله هعمل فيديو بيشرح طريقة التسجيل في الموقع واستخدامه بشكل تفصيلي. لكن دلوقتي هشوف كمية الأكل اللي انا عرضتها قدامكم، ودي كمية الأكل اليومية اللي انا هاكلها على مدار اليوم، سواء في مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة. هنشوف هل الأكل ده فعلا متكامل من الناحية الصحية ولا لا. زي ما انتوا شايفين من فوق، أنا ضايف 100 جرام سمسم، 200 جرام البسلة، طبعا ده الوزن من غير القش عشان كده 200 جرام، جوافة نص كيلو، الموز نص كيلو، الخوخ نص كيلو، الكنتالوب نص كيلو، والليمون 100 جرام. لو بصينا على الرسومات تحت هنلاقي ان الكلام ده الاجمالي فيه 1914 كيلو كالوري، وجسمي محتاج لحوالي 2070 كيلو كالوري، يعني انا اقل من اللي محتاجه جسمي بحوالي 150 كيلو كالوري، وده حاجة كويسة. بالنسبة للقيم علشان نفهمها، لما يقول لي كلمة 100% من الحاجة الفورانية، يبقى ده احتياج الجسم اليومي من الحاجة دي. لو 200% يعني قد احتياج الجسم من الحاجة دي مرتين، يعني انا عندي اكسترا من الصنف ده او من القيمة دي. فهنشوف قد الفايبرز عندي 200% منها، قد احتياج الجسم مرتين. الايرون داخل على 3 مرات من احتياج الجسم اليومي، قده 3 مرات. الكالسيوم متغطي بنسبة 125%. فيتامين A متغطي داخل على 8 مرات تغطيته، وده بسبب ان الكنتالوب فيه فيتامين A قوي جدا. فيتامين C قد احتياج الجسم اليومي 17 مرة، وده بسبب بالذات الجوافة. البروتينات واخد 100% من كمية البروتين اللي محتاجه. الفوليك أسيد أو الفوليت فيه حوالي 177%، يعني قد احتياج الجسم مرتين. ده كده القيم الأكثر أهمية. لو نزلنا تحت اتفرجنا عليها هنلاقي ادي الفاتس. فانا حتى اوميجا 3 انا واخد حوالي 87% من احتياج الجسم اليومي، واخد ومغطي 91% من احتياج الجسم اليومي من الدهون. ودي بقية القيم، ادي المغنيسيوم، المنجنيز، الفوسفور، البوتاسيوم، السيلينيوم، الزنك، الكوبر اللي هو النحاس، الكالسيوم زي ما قلنا، فيتامين اي وفيتامين كي، مجموعة فيتامينات بي بي 1 وبي 2 و3 و5 و6. زي ما انتم شايفين أغلبية الحاجات متغطية أكتر من الاحتياج اليومي أو بشكل متكامل. إحقاقا للحق طبعا كل الأكل النباتي ما فيهوش فيتامين بي 12 اللي هو بي 12، وده ممكن بيتم أخده حبوب مثلا مرة كل شهر أو حقنة مرة كل شهر، في حقنة مشهورة اسمها ديبوفيت. ولكن على الرغم من كده انا ما بستخدمش اي مصدر لبي 12 او بي 12 خارجي، وبعمل تحليل كل سنه تقريبا وما بيطلعش عندي نقص من بي 12،
وكأني يعني بطريقة أو بأخرى الجسم بيكونه. هو علميا الكلام ده مش مظبوط، لكن عمليا مفيش نقص عندي من فيتامين بي 12 على الرغم ان انا مش باخد اي مصدر خارجي من بي 12 غير اكل نباتي تماما. نصيحتي ان الواحد يجهز الاكل ده قبل ما ياكله مباشرة، فانت لو هتاكله على مرة واحدة يبقى احنا جهزناه على مرة واحدة، تاكله على مرتين، قسم ايه الاجزاء اللي انت هتاكلها كل مرة ودي اغسلها وتناولها مباشرة. وهيبقى في حلقات مستقبلية هتتناول اسلوب الاكل اللي انا بتابعه بتفصيل اكتر. شكرا.